الله مساكم مشاهدينا وحياكم الله أكيد في حلقتنا الجديدة والمتنوعة من برنامجكم واللي تحبونه برنامج سيدتي. وكالعادة وفي البداية أكيد أحب أرحب بزميلتي ريم بساطي. هلا سهلا ريم. هلا وسهلا بك يا مها، ونرحب بمشاهدي برنامج سيدتي اللي دائما معانا وإحنا معاكم، وتعودوا أننا نطل عليهم وأننا نكون جزء من يومهم، فأكيد حلقتنا متميزة كالعادة. وكالعادة أكيد يا ريم خلينا نبدأ مع المشاهدين بأبرز عناويننا لليوم. في آخر تحديث له، تطبيق توكلنا يضيف خدمات لقياس والرخصة المهنية. السالفة وما فيها لليوم، قانون الكارما مفهوم قد يغير حياة الإنسان للأفضل. ما هي إيجابيات تصدر الرياض على مدن المنطقة العربية في الابتكار وريادة الأعمال؟ هل تساهم رياضة اليوغا في التخلص من ضغوط الحياة اليومية على المرأة؟ هل تكثر مشاكل البشرة في فصل الصيف وما هي طرق العناية بها؟ خلونا ناخذكم في أول خبر لليوم مشاهدينا. في أول طبعا أخبارنا اليوم، حدث في تطبيق توكلنا إصداره، بحيث تضمن على خدمات جديدة للمستخدمين. تتيح هذه الخدمات للمستخدمين طبعا التطبيق أو تطبيق توكلنا إمكانية الاطلاع على نتيجة اختبار قياس وإمكانية استعراض الرخص المهنية من المحفظة الرقمية، وكل ذلك بداخل تطبيق توكلنا. جميل هذا التحديث اللي دائما يحصل يعني على مدار الأيام، إنه يواكب كل شيء. الآن إنه الآن بكل يعني فقط بتطبيق واحد نقدر عادي نسوي كل حاجة، ونقدر نستخدم بطاقتنا وكل شيء، يعني بنستفيد من تطبيق توكلنا صراحة الكثير. طيب خلينا ناخذكم الى خبرنا الثاني، حيث اظهر استطلاع حديث ان 64% من مستخدمي الانترنت في المملكه واجهوا خلال العام الماضي محتالين حاولوا سرقه اموالهم وتفاصيل بطاقاتهم المصرفيه وبياناتهم الخاصه بالدخول الى الخدمات المصرفيه عبر الانترنت. ويؤكد هذا الاستطلاع ان اساليب النصب والاحتيال في تطور دائم، كاد أن يكون موازيا لتطور التقنية والتكنولوجيا. صحيح، يعني إلى الآن يا ريم يمكن في ناس كثير لما أحكي معهم الأبل باي اللي في الأجهزة يرفضون أنهم يفعلونه. يقول لك لا، ما هو آمن، ممكن أنه يصير تلاعب، ممكن أن أحد يسرق مني مبالغ وما إلى ذلك. أنا صار معي موقف الأمان، خليني أحكيك إياه، قبل فترة بسيطة اللي هو جتني رسالة من البنك أنه فعلا تم سحب مبلغ وقدره، كان مبلغ كبير يا ريم. فلما رجعت قلت يعني وشو هذا المحل، وكلمت البنك، وانا كنت نايمة اصلا وقتها، وبطاقتي معاي في البيت، يعني لا هي ضايعة ولا هي وماني من النوع اللي اشتري البطاقة هذه بالتحديد، ما كنت اشتري فيها اونلاين يعني كثير، فما ادري كيف وصلوا الى رقم البطاقة واشتروا فعلا فيها، يعني حتى مش محاولة. عموما تواصلت مع البنك فقالوا لي اسم المحل، وكان في منطقة مختلفة اصلا، مو في منطقة الرياض. فلما تكلمت مع البنك وتأكدوا أنه مو أنا، فعلا استرجعت المبلغ. ففي أشياء ممكن أنها تصير أو نواجهها، لكن في ناس ممكن ما تتصرف وتقول لك خلاص يعني مبلغ بسيط مثلا. لا فالواحد المفروض أنه يرجع البنك ويتواصل معهم، وفعلا ترجع لك حقوقك، خصوصا يعني هنا الحمد لله بنوكنا من البنوك اللي فيها سياسات دائما في صالح المستهلك. بس بصراحة يعني 64% صدمتيني، كبير الرقم، لأنه بالفعل يوميا في أساليب وطرق جديدة للنصب والاحتيال بطريقة أو بأخرى بشتى الطرق. يعني أنا يمكن من بداية رمضان إلى اليوم أنا قافلة يمكن أكثر من 200 حساب من تحت اسمي، يوزع على الناس جوائز ويطلب رقم بطايقهم، وبعد ما يتنصب عليهم يجوني على حسابي الموثق يقولوا لي فين الهدية وفين الفلوس وفين يا حرامية اللي فيك اللي خطيكي. طيب يا جماعة دائما نقول خلي عندكم وعي،
خلي عندكم وعي، يعني اي احد ترى يقدر يسوي اي حساب منتحل وينتحل اي شخصيه احد، مو عشان قال فزت بجائزه او شيء وانا ارسل لي وانا حارسل لك تقوم وانت تصدق. دائما نقول خلوا عندكم وعي، مو اي حاجه نصدقها. بالضبط، يعني على السوشيال ميديا مره منتشر مرة هذا جداً الموضوع جداً. والناس يصدقوا الى اليوم، يعني هذه المشكله. المشكلة الحسابات الموثقة، وهذا قد تكلمنا فيه حتى يعني خصوصا على تطبيق الانستغرام، يمكن كذا مرة نشوف ينتحلون أسماء مثلا قوية أو أسماء لها وضعها في الاجتماعي ويكون موثق. يا جماعة حتى لو الحساب موثق وإيش يكتبون أغلب شيء، نحن نقدم إعانات خيرية ومساعدات إلى من ينقصه وتسديد ديونه وإلى آخره. حتى الحساب الموثق ترى ممكن يجي أحد بروفيشنال أو عصابة تشتري حساب، أي حساب تشتري يكون موثق، يكون موثق بمبلغ وقدره، وبعدين يروحون يغيرون الاسم. مزبوط. علشان يستغلون الناس، يعني ممكن شاري هو الحساب ب 10,000 ريال خلينا نقول، يروح يطلع 200,000 ريال من وراء الناس أو أكثر. مزبوط كلامك. فيعني ما هو شرط، يعني في شيء منطقي في شيء غير منطقي. ما حد بيجيك يقدم إعانات، الإعانات معروفة أماكنها، معروفة الدولة حطت الأماكن الصحيحة اللي نتوجه لها لو الواحد احتاج شيء كتبرعات أو إلى آخره. فالموضوع شوي يخوف يا جماعة، لكن الواحد يكون حريص في النهاية. صح كلامك. طيب خلونا ننتقل إلى خبرنا الثالث اليوم، وخبرنا من جمهورية مصر العربية، حيث قام رجل مسن بذبح زوجته بالسكين والسبب أنها ثرثارة وكثيرة الكلام. وفي تفاصيل هذا الخبر، طبعا جرت هذه الجريمة في الصعيد لرجل مسن بلغ من العمر 70 عام، والذي قام بذبح زوجته بسكين للمطبخ وتبلغ زوجته من العمر 65 عام. عثرت الشرطة على الزوج بجانب الجثة وكان في حالة هستيرية وبكاء شديد، وعندما قاموا باستجواب الرجل قال إن كثرة كلامها أدت إلى مشاكل كبيرة بينهم، مما تسبب له باكتئاب شديد لم يرى خلاصا منه إلا بقتلها. والله أنا حزنت عليه، يعني بجد هذه هي لحظة الغضب، لحظة الشيطان اللي يكون فيها مسيطر. يعني أكيد هو ما يبغى يقتلها، أكيد هو ما هو مجرم، بس إنه هذه لحظة الغضب اللي فقد فيها السيطرة على نفسه، وتراكمات كثير وضغوط نفسية كثير أدت إلى هذه النتيجة. يعني أنا بصراحة حزنانة عليه جدا، يعني أكيد هو دخل في مرحلة صعبة جدا، يعني فللأسف هذا اللي حاصل. يعني غير الأمراض يا ريم، يعني في ناس عندهم أمراض نفسية للأمانة ويطنشوها، يطنشونها هم أو المجتمع اللي حوله، أو حتى خلنا نقول يسوي جريمة صغيرة وينجو بها بكفالة أو غير كفالة، فيطنشون، يعني ما يدققون أن هذا الشخص عنده مشكلة. هو ممكن اليوم سوى مشكلة صغيرة، أو مثلا تعرض لأحد حتى لو بالشتم أو باليد أو إلى آخره، ويمشونه كأنه ما في شيء. لا، يبين الشخص اللي عنده اختلال أو حقد على مجتمع أو على حتى فرد من أفراد العائلة. فالموضوع شوي خوف لو ما احنا انتبهنا لمثل هذه الأشخاص. صح. خلينا نروح لخبرنا الأخير، حيث كشفت شركة جوجل عن تقنية ذكاء اصطناعي جديدة تمكن خلالها من اكتشاف عدد ضخم من الأمراض الجلدية فقط من خلال كاميرا الهاتف الذكي. وتساعد هذه التقنية على اكتشاف وتشخيص أمراض الجلد والشعر والأظافر بناء على صور يتم تحميلها من قبل المرضى عبر تطبيق ذكي. تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة إمكانية التعرف على 288 حالة جلدية، لكنها ليست مصممة لتكون بديلاً للتشخيص والعلاج الطبي. الله، والله الأمور قاعدة تصير سهلة كل يوم، يعني معقول لهالدرجة؟ أنا يعني ما أدري إذا ممكن أثق، يعني ثقة تامة. وحلو أنهم تعرفين في آخر الخبر لما قلت أنه ما تغني، هذا أحلى شيء في الموضوع أنهم موضحين يعني ممكن أنها تساعدك أنك تعرف إيش المشكلة مبدئيا، تدرين ريم، أحسن من الواحد يروح في جوجل طالعت له حبة ولا نقطة ولا ويقعد يكتب قصة حياته في جوجل يشوف إيش. لا بالفعل، يعني هي التقنية ممتازة، شكلهم يعني عرفوا الناس إنه بيدوروا على هذه الأشياء، فمبدئيا تعرف إنه هذا طفح جلدي أو إيش، ويقول لك يعني ذيك الساعة تعرف تحدد وتشوف الدكتور. أكيد هو ما حيديك العلاج، بس حيشوف لك إيش الحالة اللي عندك على الأقل. يعني بالضبط، أنا أتفق معك. عموما هذه أخبارنا كانت اليوم مشاهدينا، وفقرة
سيدتي ما زالت مستمرة معكم ولكن بعد الفاصل. السالفة وما فيها لليوم، قانون الكارما مفهوم قد يغير حياة الإنسان للأفضل. يقولون كما زرعت تحصد، وتكاثرت الأقوال في هذا الزمن حول عدد من المقولات الشهيرة مثل من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ومقولة كل يقع في شر أعماله. أتوقع عرفتوا سالفتنا اليوم أكيد عن إيش سالفتنا عن الكارما. أكيد الكارما تعرف إنها العمل أو الفعل اللي يرجع لك وليرجع على الإنسان أكيد طبعا، سواء كان خير أو شر. وهذه الفلسفة موجودة في جميع الأديان ومتوافقة مع جميع الأديان. وتعرف الكارما أيضا إنها مبدأ السبب والنتيجة، أي أن نية الشخص وأفعاله تؤثر في مستقبله. صحيح، يعني الكارما شيء موجود حتى في ديننا وفي ثقافتنا، وفي يعني أن الواحد لما يسوي شيء زين في حياته يرجع له، الواحد والعكس صحيح، لما يسوي الشخص مكيدة أو حاجة سيئة في حياته راح ترجع له. ودائما نقول كما تدين تدان، فأعتقد أنه شيء يعني منطقي حتى في الحياة، لأن الحياة المفروض أنها تكون عادلة مع الجميع، وممكن أنها أحيانا تجي على أشكال مختلفة. ما هو شرط أنك أنت مثلا اليوم تصدقت بكرة تجيك فلوس، ممكن تجيك على شكل صحتك، توفيقك، راحة بالك، أمانك، هذه الأشياء كلها. يعني أنا ودي أسألك ريم، أنت كريم كذا تؤمنين فيها بزيادة، أو أن يعني ايش رايك فيها؟ شوفي الكارما اذا كانت بالنيه، النيه الطيبه يعني مثلا نيتك انت اصلا كانت طيبه ولا أوكي. كانت خبيثه. انا احس انه لما سويت هذا الفعل يعتمد على نيتك، مهم جدا موضوع النيه. ما ادري كذا احس، يعني انت مثلا تسوين شيء بنيه انه يرجع لك شيء كويس، او تسوينه خلاص على قولتهم ترمينه في البحر؟ لا، هو المفروض ان الواحد لما يسوي شيء طيب ما يستنى المردود، خلاص يسويه ولا يستنى من الشخص اللي قدامه او اللي سواه له هذا الشيء يرد له هذا الجميل او هذا الاحسان اللي سواه. ولكن انا اتوقع انه النيه تفرق، يعني انت سويتي ده الشيء بنيه ايه؟ بنيه طيبه ولا بنيه تبغى تاذي هذا الشخص؟ فالنيه احس انها تفرق. لو كانت نيتك طيبه حتتعاد عليك بشكل طيب، ولو كانت نيتك اصلا سيئه راح يتعاد عليك بشكل سيء. لكن خلينا نتكلم بالتفاصيل اكثر عن الكارما ومفهومها في التاريخ. في المفهوم الهندي كلمه كارما معناتها العجله، وطبعا من معناها اللي هو اللي يلف ويدور ويرجع لك ثاني يعني. ومفهوم الكارما او قانون الكارما تنص انه اللي تفعله من امور وما تحمله فيه من داخلك من نيه سوف تعود عليك سواء بخيرها او بشرها. صحيح، أنا يمكن من أكثر الفانز للكارما للأمانة، ودائما يعني حتى أفكاري أحس أنه لا، ما أبغى أفكر شيء مو كويس، أخاف أني أفكر تفكير مو كويس، حتى لو مجرد فكرة ريم بيني وبين نفسي ما حد يدري وما سويت شيء، بس حتى الفكرة هذه أحس أنه لا، أقوم أشغل نفسي لا ما أبغى أفكر بشيء مو كويس، لأن أصلا طاقتها سلبية علي. صحيح. لو كان تفكير سيء أو يعني ممكن أنه يكون شيء ما هو حميد أو شيء ما هو إيجابي، فأنا ما أحتاج هذه الطاقة في حياتي. فالحمد لله يعني، ومن الناس اللي زيك يعني النية طبعا مرة مهمة في الموضوع، فالواحد لما يسوي خير أو يقول حتى كلمة، حتى الكلمة ترى أحس أنها تفرق. يعني الكلمة الطيبة هذه تعتبر شيء خير أنت سويتي، حاجة طبعا كويسة، شيء طيب أني صنعت يوم أحد، خليت أحد يبتسم. طب في سؤال مرة مهم يسألون دائما الناس، هل الكارما تنطبق على الأفعال المقصودة والأفعال الغير مقصودة أو لا؟ إيش رأيك؟ والله ما أدري، يعني بالفعل هذه المشكلة. يعني أحيانا الواحد بيسوي أشياء ما تكون مقصودة، ولكن برضو بيتأثر بالكارما حقتها، يعني بيتأثر إنه ترجع له بشكل سلبي، يعني حتى لو كان شيء سلبي، لكن ممكن حتى لو كان شيء إيجابي ترجع له برضو. لا ولا لا ما أدري. شوفي أنا بقول لك رأيي في الموضوع. إحنا بشر في النهاية، ما إحنا ملائكة. ممكن إن الواحد يسوي شيء غلط
ممكن أن الواحد يزعل أحد، ممكن أن الواحد يسوي شيء ما هو مقصود، فعلا ما هو مقصود، هي طلعت كذا سواء كان بلحظة غضب، سواء كان فعلا ما هو مقصود، أيا كان السبب. لكن تدرين وش اللي يفرق؟ أنا في رأيي الشخصي اللي بعده، أنت هل حسيت بالذنب؟ هل حسيت أنه لا المفروض ما سويت كذا، ولا قلت لا أحسن؟ يعني أحس هنا تفرق لأن خلاص الموضوع صار، الموقف صار، انتهى، ما حترجع بالزمن وتغير شيء. بس اللي تفرق الطاقة حقتك أو رأيك في الموضوع بعد ما صار. لو مثلا حتى لو تزعلتي مثلا مع أختك وجرحتيها أو زعلتيها، وهو يعني المفروض أنك ما تسوي كذا، فهل أنت بعد الموقف رحتي وكلمتيها وقلت لها أنا آسفة وأنا كنت زعلانة وأنا غلطانة وسامحيني، أو أنك مشيت الموضوع وقلتي أحسن أصلا تستاهل؟ يعني أحس اللي بعده هذا اللي يفرق، وهذا اللي يحدد إذا كان يعني كارما بتلحقك أو لا. طيب خليني أقول لك الأشخاص اللي مهتمين في هذا الموضوع أو اللي دارسينه يا ريم إيش قالوا. يقول لك اللي درسوا تأثير الكارما وتتبعوا تأثيرها على الأشخاص، الأفعال السيئة الغير مقصودة ليس لها تأثير سواء كانت إيجابية أو سلبية، بعكس الأفعال المقصودة واللي هي تكون أساس الكارما أو اللي تخلق الكارما. وحتى عندنا في الإسلام يعني دائما الأشياء اللي تسويها من غير قصد المفروض أنه واحد ما يتحاسب عليها، لأنه غير مقصودة، أو ممكن تكون عن جهل، ممكن تكون عن حسن نية، أو تكون غير مقصودة يعني. فهنا الكارما يعني ما يصير لها كارما أصلا يعني. ويرى البعض أنه حتى الأفعال غير المقصودة تخلق كارما، لهذا هناك كفارات وضعها الله للأعمال السيئة الغير مقصودة، وهذا دليل أنه الأفعال لها كارما، عشان كده لها كفارة. صحيح صحيح. وبعدين يعني في شيء ثاني اللي هو الشخص اللي يعني مثلا خلنا نقول يسوي أشياء مو طيبة مثلا في الناس، أو يكون طاقته سيئة أو أيا كان، تعرفين أنه دائما يشعر بالاكتئاب والحزن بدون سبب. يعني المختصين يعني درسوا هذا الموضوع، قاعدين يقولون فعلا الناس اللي بالمصطلح البسيط واللي احنا نعرفه الشريرين، أو اللي يكونون دائما يترصدون للغير أو يفكرون كيف يؤذون هذا وكيف يؤذون هذا وكيف، دائما ما هم سعيدين. هو أصلاً لو كان سعيد ما يسوي زي كده. صحيح. منطقي الكلام. منطقي يعني بالضبط. يعني إيه. طيب خلينا أسألك، ما هل عمرك شفتي أحد حصلت له كارما ورجعت له سواء سيئة أو جيدة؟ يو يا ريم عدي وغلطي، بتخلص الحلقة إحنا ما خلصنا سوالف. لكن إيه كثير ناس يعني للأسف، وأنا أحزن عليهم للأمانة، عشان نيتهم ممكن ما تكون صافية زي ما نقول، أو يكونون ناس مثلا يعني فعليا يخططون لأذية الغير، أو يبغون يعني يسوون أشياء مو كويسة في الناس، فسبحان الله لا يقدرون يسوون أشياء مو كويسة في الناس دائما، حتى لو كانت شوفي مجرد تخطيط، يعني يحاولون بمحاولات ولكن ما يوصلون لهدفهم، ودائما ما تلقينهم مشغولين في أنفسهم، دائما ما تلقينهم يعني حبايبي حرام، يعني أنا أرحمهم للأمانة، أنه من مصيبة في مصيبة، من مشكلة في مشكلة، من حزن لحزن. فأنا دائما أني أتعجب، يعني خلاص مدام أنتوا عارفين السبب وعارفين أنه أنتوا ليش كذا بسبب الأفعال، يعني سبحان الله من جد. والشخص والعكس صحيح، الشخص اللي دائما تلقينا طيب ودائما تلقينا يبغى الخير للناس، حتى لو بنية، حتى لو ما سوى خير، هو يبغى يسوي، يبغى يساعد، يبغى يخلي الناس سعيدين ومبسوطين، سبحان الله قد إيش تلقين الإنسان هذا مرتاح نفسيا، راضي باللي عنده. تلقينا بسيط، يعني ما عنده هذيك التعقيدات، ما عنده الحزن اللي كنا نتكلم قبل شوي عنه. مظبوط. طيب خلينا نتكلم عن الكارما في المفهوم الشعبي. يسمى العديد من الأشخاص الكارما في المجتمع بالحوبة، ويشوف كثير من الأشخاص أن الحوبة هذه تلحق صاحبها، وهي تعرف بأنه العاقبة الأخلاقية، وهذا الشيء اللي كنا بنتكلم فيه. إذا كانت أنت أصلا أخلاقك كويسة وإنت تتعامل مع الناس بمبادئ وقيم وأخلاق كويسة، هذه راح ترجع لك، يعني سواء انه هذه الاخلاق كانت بالقول او بالفعل. يعني الاحسان، الانسان اللي بيحسن اكيد ربنا حيرد له هي بشكل ايجابي في حياته، زي ما ذكرتي مها، مو شرط انها تكون مثلا نفس الفعل، ولكن بتكون على شكل باشكال اخرى. يعني
يعني انت قاعد تذكريني بشيء ثاني، يعني دائما يقول لك نام مظلوم ولا تنام ظالم. صح كلامك. فيعني هذا الاصل في الظلم، يعني صدق الحوبه والشيء انه الواحد يسوي يظلم احد بكلمه بفعل بايا كان وشو الشيء اللي سواه، فشيء طبيعي راح يجي احد اقوى منه يظلمه في يوم من الايام. فهذه هذا 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 تسهيل او تبسيط مصطلح الحوبه بشكل عام. وفعلا احنا في المجتمعات العربيه بشكل عام دائما نقول حوبه فلان، اذا احد صار له شيء حوبه ما اعرف ايش، يعني روح راضي فلان او افعل يعني كذا، او احنا نقول هذا ذنب فلان. اي تقريبا نفس الشيء، هو يعني نفس الشيء. إيه نفس الشيء بالضبط. فالواحد ما يتجاهل هذا الموضوع ولا يمشي سهالات، لان هذا شيء كبير ريم، وممكن انها تخلي حياه الشخص او الانسان سعيده او تخليه تعيس. يعني في ناس دائما ما يكونون انانيين، اهم شيء نفسهم، ما يهمهم الغير، ما ينتبهون حتى لمشاعر الغير، ويحسبونها كلمه او يحسبونها فعل. بس الناس يعني ما تنسى، يعني الناس ممكن انها تجلس تدعي عليك، ممكن انها تجي في صحتك، ممكن انها تجي حتى تعرفين. انا اعتقد ان هذا الموضوع مو بس ينطبق على مثلا الفعل المباشر، على سبيل المثال الغيبة والنميمة، ظلم الناس حتى في ظهرهم طبعاً. يعني ممكن لما يكونون الناس جالسين في مجلس، شخص ما هو موجود، يتكلمون عنه مو بالخير، يتكلمون عنه بكلام مشين طبعاً. أو سيء. أيوه. سواء الكلام صدق أو مو بصدق، صدقني ما راح تموت إلا وأنت مسوي نفس الشيء. صح، يعني هذا الشيء مفروغ منه، يعني هذا الشيء منتهي منه. يعني دائما الواحد يقول يا رب لا تبتليني في عيب أكرهه في غيري. يعني أنه إحنا نكره صفة معينة، كلنا في صفات ما نحبها أيا كانت الصفة، لا تعيب عليها، لا تعيب، لأن ما راح فعليا ما راح تموت إلا وأنت مسوي نفس الشيء. لا تقول أنا لا، ما في أحد منزه، ما في احد طبعاً. فبالضبط، يعني الواحد دائما يقول اللهم عافنا مما ابتليته. بالضبط، اذا الواحد يتكلم على بلاء الناس ويعلق عليها وانه يعني يمسكها زي كذا، هذه طبعا حترجع له. الا حقوق الناس، الا الشيء اللي في الدنيا. صح. علاقه الانسان بالانسان، وانك تغلط على احد، وانك تظلم احد، وانك تتعدى على احد، هذه حترجع لك في الدنيا لا محاله. يعني انه يوم القيامه غير، والاشياء اللي تحصل لك في الدنيا غير، لانه سبحان الله كما تدين تدان. اللي يحصل لك، اللي تسويه في حياتك حيرجع لك تاني، سواء سويت شيء طيب أو سويت شيء جدا سيء. يعني موضوع الكارما موضوع جدا كبير ومتشعب، يمكن كثير الناس يؤمنوا فيه بشكل آخر، يعني إنه كفلاسفة، كعلم. صح. كطاقة، ولكن حتى إحنا في ديننا موجود، يعني حتى إحنا الإحسان موجود، الثواب والعقاب، إنك لو سويت حاجة طيبة راح ترجع لك بالطيب، لو سويت حاجة سيئة راح ترجع لك بالسيء. فعشان كده إنه موضوع إننا نتكلم إنه دائما نكون إيجابيين، ودائما إنه من آذي الناس وأذية الناس وظلم الناس، هذه يعني راح تتردد لك أضعاف مضاعفة أنا أشوفها. صح، أنا أتفق معك بالضبط. طبعا إحنا سلفتنا مكملين فيها، ولكن اسمحوا لي قبل ما نطلع الفاصل أكيد خلينا نشكر ديلايتس، ميني ديلايتس، على هذه التقدمة الجميلة والرائعة اللي تفتح النفس. يعني ما شاء الله الكوكيز والحلى الثاني اللي جايبينه، فشكرا لكم. مشاهدينا مستمرين معاكم في سلفتنا، ولكن بعد فاصل قصير. أنواع الكارما في حياة الإنسان الاجتماعية والمهنية. ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد. هذه الجزئية راح نتكلم عن الكارما في الزواج. كل شيء له كارما حتى في الزواج. يعتقد البعض ان اللي يعيش تجربه العلاقات المتعدده قبل الزواج، وانه يكون في عنده يكسر العديد من القلوب وتكون في اطار غير شرعي، او ممكن انهم يصابوا بتعاسه في حياتهم الزوجيه وما يجدوا الاشباع الزوجي. وبعض المفكرين الغرب تبنوا هذا المفهوم، لانهم يشوفوا انه زوجات الاشخاص اللي كانت لهم تجارب سابقه قبل الزواج لا تستمر
بسبب حدوث أمور غير منطقية ولا تستدعي في العادة إنهاء علاقة الزواج. راح أسألكم مشاهدينا وأكيد راح أسأل مها، هل تعتقدوا إنه أصحاب العلاقات المتعددة قبل الزواج ممكن تصير لهم كارما سيئة بزواجهم؟ 100%. أنا أتوقع طبعاً، يعني أصلاً إنسانياً، نعم. ويعني إحنا البشر كتلة مشاعر، عادي أن الواحد يكون يعني منجذب إلى شخص، بس مو طبيعي أنه يكون منجذب إلى أشخاص، إلى 100 شخص، إلى 100 ألف، ويكون متقصد إنه هذا مو طبيعي. أيوة، أنه يكون متقصد أنه عنده علاقات كثير لعاب، يعني خلينا نقول، نعم. ولكن وقت ما يبغى يتزوج يخلي أمه طبعا هي اللي تخطب له، عشان تخطب له البنت الصغيرة، يعني بنت الناس بالضبط، ولكن هو يكون قبل الزواج لعاب وضحك على بنات ناس كثير، والعكس صحيح، ممكن تكون حتى البنت هي اللي سوت زي كذا يعني. صح. وتتوقع أنه بعد ما تتزوج خلاص أنا حبدأ كذا من الصفر مع زوجي اللي ضحك عليه انه انا البنت اللي عمري ما سويت شيء في حياتي وكذا، وانت اول واحد في حياتي او العكس، وتبدا هنا بعدها انه تتوقع انها هي تكون اللي سوته ذاك كسر قلوب الناس، او هو اللي سواه كسر قلوب البنات، واللعب والضحك عليهم انه ما راح ينعكس على حياته في المستقبل، بل بالعكس راح تكون حياته الزوجيه سيئه وفاشله، وراح تكون فيها كثير من العقبات، ودائما يحس انه انا انسان ماني سعيد، انا لا اشعر بالسعاده، مع انه كل شيء كويس بس أنا لا أشعر بالسعادة. صحيح. لا، أنا أتفق معك في هالجزئية كثير. يعني أول شيء فيها ظلم للناس اللي يعني اللي متعددين العلاقات، فيها ظلم للناس فعلاً، والكذب والخداع طبعاً، وفيها ظلم وكذب وخداع للطرف الآخر. مثلاً إذا تزوج أحد وما تعرف عنه شيء، هذا فيه كذب، هذا من بداية الزواج ومن بداية الحياة الزوجية فيها كذب وخداع. فأنا أشوف طبيعي ما رح تكون حياته سوية، نفسية الشخص هذا ما حتكون سوية، عنده نقص يبغى يشبعه، لأنه ما أشوف من الطبيعي. يعني الله يعزكم، حتى في عالم الحيوان في بعض المخلوقات مرة واحدة تتزوج. أيوة طبعا، خلاص هو شريك حياة واحد. فأنا أعتقد طبعا أنا يعني مع هذه المقولة أو مع هذه الدراسة. طيب، في موضوع ثاني ريم حابين ننتقل للآن، وموضوع مهم ومنطقي وغريب، ويمكن ما بين مؤيد ومخالف. في مؤلفة وباحثة اسمها جوان فلين، وهي مؤلفة وسيدة أعمال ثرية. طبعا سوت دراسة جوان، ولقت أن في شيء اسمه كارما العمل أو الكارما في العمل. طبعا يمكن اسمها شوي غريب، لكن الدراسة هذه تحكي عن موضوع الكارما في العمل. قلتوا كيف الكارما في العمل؟ إنه الشخص إذا كان إنسان وشخص مخلص في العمل ويعمل بجدية وماخذ الموضوع فعلا، إنه أنا أدخل في الوقت الفلاني وأطلع في الوقت الفلاني وأدي عملي على أكمل وجه، هذولي ناس مخلصين والكارما حقتهم تكون ممتازة وجيدة من الناحية المادية، الاقتصادية، السعادة وإلى آخره. والعكس صحيح، يعني في ناس ممكن أنها تدخل تبصم، تروح بيتها تنام تتغدى وترجع على نهاية الدوام تبصم خروج، ولا سوى ولا شيء، وآخر الشهر في راتب قاعد ينزل في البنك. هل أنت تستحق هذا الراتب؟ في هذه النظرية وهذه الدراسة ومنطقيا وفي رأيي الشخصي لا طبعا. ما تستحق، مو عشان أنت في البوزيشن الفلاني ولا عشان أنت عندك عقد معين. صح. أنك أنت تستحقه عشان أنت تروح تنام، أو حتى في ناس ينامون في مكاتبهم. فهي قاعدة تقول، أو أنه ما ينجز ما يسوي أي شيء، ما يسوي أي شيء. فهي قاعدة تقول يا ريم ومشاهدينا جوان، أنه هذول الأشخاص عندهم كارما العمل وتجيهم، وهي يعني مقتنعة بهالفكرة، أنه فلوسهم ما تجلس حتى لو كانت رواتبهم عالية. مضبوط كلام. عندهم مشاكل نفسية، عندهم عقبات، راح تجيهم هذه الكارما بأشكال وطرق أخرى، مو شرط حتى في العمل تكون، ممكن في حتى الحياة الاجتماعية. في الحياة احنا في برضو مصطلح احنا نقوله دائما، أنه الفلوس ما فيها بركة طبعاً. ولا الفلوس فيها بركة، يعني تلاقي مثلا شخص بسيط راتبه جدا بسيط لكنه مخلص في العمل وفي عنده جودة في العمل.
العمل دائما يكون معطاء، لكن سبحان الله تلاقيه عايش مبسوط وفلوسه مكفيته وكل وضعه تمام وسليم. لكن عكس الشخص مثلا اللي تكون فلوسه مثلا كثير مره ولكنه متنفر، ما هو حابب وظيفته، ما بيدي اي شيء في عمله، دائما عنده مشاكل وهو يسبب مشاكل ايضا، تلاقي حتى لو راتبه كبير يمكن ذكرت يا مها ما يكفي، تلاقي يجي نهايه الشهر ما في فلوس، ما في بركه في الفلوس. موضوع البركه او كارمة البركه كمان هذه حقيقيه كمان، انه يعني من جد تستغربي انه انت كيف تقدر تعيش على هذا الراتب اللي مره صغير وما شاء الله عايش ومبسوط وكذا، بينما في ناس ثانيين راتبهم كبير لكن ما هم مبسوطين، ما يكفيهم. بالضبط، 100%. وهذا الواقع، هذا اللي قاعدين نشوفه الحين يعني للاسف. ففعلا يا جماعه الخير في شيء اسمه كارما العمل، الواحد يكون مخلص في عمله، يعطي عمله حقه ووقته والطاقة والشيء اللي هو يعني على أساسه في هذا العمل. في نوع ثاني من الكارما يمكن شوي غريب، أنا تعرفون يعني أحب الحيوانات بشكل عام وأحب أني أتطرق في أغلب مواضيعنا إذا كان في شيء يخص الحيوان دائما أحب أني أتكلم فيه. في شيء اسمه كارما الحيوان، يعني الكارما لا تقتصر على البشر فقط، يعني الشخص اللي يعذب قطة أو كلب أو حتى سمكة ممكن أن ترجع لهذه الكارما. الشخص اللي حتى في مقتنيين الحيوانات أو الأشخاص اللي يحبون يقتنون الحيوانات الأليفة ممكن يجيبون هريم للأسف يخلونها زينة، هم يحسبونها زينة وهي ليست زينة فعلا. ترى 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 في، تعرفي يعني في مصطلح أنا دائما يزعلني، دائما يقول لك كلاب زينة. ايش اللي كلاب زينه؟ ما فهمت يعني، صدق صدق ما فهمت. هو ابدا مو زينه. ابدا مو لوحه تتعلق على الجدار، ترى فيها روح، فيها مشاعر، تتالم، تجوع، تعطش، تبغى تنام، تبغى تلعب، تبغى ممكن تحزن، يعني هذه روح انت جايبها، لازم تكون قد المسؤوليه ولا لا تجيب. طب انا عندي سؤال لك يا ما، تفضلي. نرجع كذا عشان نكون واقعيين شويه. الحين في ناس يقولوا، الناس الفيجيتيريانز يقولوا انه الحيوانات لها كارما، انت عشان قتلت حيوان واكلته تشيز برجر ولا ستيك، هذه الحيوان اللي انت عذبته واكلته ومدخته هيرجع لك بكارما بالسيء، عشان كده انت حياتك ما انت مبسوط وعندك ضغوطات نفسيه بسبب الحيوان اللي انت اكلته. طب هذول الكلام ممكن يعتبر صح كمان، احنا عذبنا الحيوان ده واكلناه. لا ما عذبنا، يا سلام والله العظيم. يعني احنا من اكل التشيز برجر هذا ما هو حيوان مسكين، لحظة. هنا في نقطة، في نقطة مرة مهمة، انت كيف احنا نسميه يعني ذبح الحيوان؟ احنا عندنا في ديننا يقول لك لازم تسن السكينة، تكون مرة حادة، تكون مرة سريعة، ما تقتل حيوان قدام حيوان، هذا تعذيب. طيب هنا في كارما في موضوع افهم، بس لما يعني البهيمه لما نذبحها زي ما قلت قبل شوي ان ما نعذبها احنا، يعني مو زي مثلا بعض الدول او يسوون لها بالكهرباء، هذه ممكن فيها تعذيب، تاخذ وقت، ممكن يذبحونهم قدام بعض، هذه فيها تعذيب نفسي لان حتى هذه الروح راح تعرف. يعني اذا ضحكت عليها ودخلتها الحاله عشان تشيز برجر وستيك مره لذيذ، لا تعبيني نفسي. عشان كذا بقول لك يعني في برضه، ها في برضه اراء ناس تانيين يعني، فهذه المشكلة. طيب خلينا نرجع كمان لموضوع اللي هو الناس اللي بيعذبوا الحيوانات وكيف بتتعكس عليهم وعلى حياتهم، انه يرى بعض الباحثين في الفلسفة انه والعديد من الابحاث الطويلة والدراسات الطويلة انه تأثير الخطايا وتعذيب الحيوانات على حياة الشخص، وجدوا انه الاشخاص اللي قاموا بتعذيب القطط تعرضوا لحوادث وخيمة في حياتهم. شوف القطط على نحو خاص، ليش؟ لانه القطط زي ما هم معروف عنها أو نسمع عنها المقول اللي هي قطط بسبعة أرواح، صحيح. فيقول لك على مدار سبعة سنوات أو بعد سبعة سنوات راح يحصل لهذا الشيء حاجة سيئة لأنه هو عذب قطط. وكمان تخيلوا وجدوا أنه الأطفال اللي عذبوا قطط وهم تحت عمر سبعة سنوات، تخيل يا مها، انه يكونوا اشخاص منحوسين في اعمالهم، وانه لما يكبروا يصير لهم حوادث ويتعرضوا بسبب تعذيب الحيوانات الى عده مشاكل وحوادث على حسب زعمهم وعلى حسب هذه الدراسات وليست انا. شوفي انا 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 اؤمن في جزئيه وما اعرف عن جزئيه السبع سنوات هذه، ما ادري يعني مو مره ما تفرق معاي، يعني هي كارما وخلصنا بالنسبة لي، لأن الحيوان أول شيء ما يقدر يدافع عن نفسه. نعم.
عمر ما في حيوان يجي يهجم عليك بدون سبب إلا إذا أنت رحت أذيته أو إذا أنت دخلت مثلا يسمونها التيريتوري أو المنطقة حقتها. ومنهم تخيلوا أسماك القرش. سمك القرش ما يجي يهجم عليك وهو قاعد يتمشى قال يلا بهجم، لا، سمك القرش من الـ الأسماك اللي لما تروحين مكانهم أو العش حقهم هنا يهجم عليك دفاعا عن مكانه. لكن في ناس فعلا يعذبون، فأنا طبعا مؤمنة أن لما تعذب لو سمكة عذبتها رح يجي يوم ويصير فيك شيء بسبب حوبة هالسمكة. خلنا نقول في كارما غريبة شوي، كارما اسمها يا ريم كارما الشراء، صح؟ كارما الشراء. يعني أنا الأمانة لما قاعدة أشوف البحث يعني أنا استغربت من الموضوع، لكن ممكن أنه يكون حقيقي. طبعا هذه الكارما تؤمن أو تقترح أن الناس اللي يشترون الماركات المقلدة، تخيلي، نعم، هذول لهم كارما خاصة أنتم على جنب. طيب ليش؟ لأنه الماركات المقلدة أو الأشياء المقلدة تكون فكرة مسروقة بالأصح، يعني ما هو شيء، ما هي، ما عندهم ملكية لهذه الفكرة، ما هي أوريجينال. هم راحوا سرقوا فكرة، سرقوا ديزاين وباعوه بسعر أرخص. فلما يجي الشخص يشتري هذا الشيء تجي كارما الشراء زي ما سموها، وتجيب طبعا المشاعر السلبية والطاقات السلبية والأمراض النفسية، تخيلي. لا تشتري أشياء مقلدة. بالضبط، روح اشتري شيء أصلي. خصوصاً إنه صحتك النفسية. بالضبط، يعني خصوصاً إنه بالفعل الناس اللي يشتروا أشياء مقلدة هم أصلاً بيكون عندهم مشاكل نفسية، إنهم يبغوا يحطوا نفسهم في مستوى أو مكانة ما هي حقتهم أو إنه ما يقدروا عليها. طب خلاص، فتلاقي نفسيتهم تعبانة إنه لا أنا من ذاك المستوى الهاي براندز وكذا، اللي ربنا قسمه لك خذه يا ابن الحلال ويا بنت الحلال، عادي يعني. إذا تقدر اشتريها اشتريها، ما تقدر اشتريها. أنا مرة ضد فكرة إني أشتري أشياء مقلدة، يعني حتى لو شيء مرة نفسي فيه يا إما أجمع فلوس وأشتري يا إما أصرف نظر عن الفكرة تماما. وكمان طلع في الموضوع في كارما، إذا بلاش من الموضوع كله يعني. صحيح، أتفق معك يا ريم. وأكيد موضوعنا زي ما قلنا لكم مشاهدينا لسه في أشياء كثير حابين نناقشها معاكم، ولكن بعد الفاصل. ما هي طرق التخلص من الكارما؟ ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا، وفي الجزئية أكيد رح نحكي عن الكارما في الدين. طبعا إذ تناول الدين الإسلامي موضوع الكارما أو الحوبة زي ما نقول في مفهومها العربي كثيرا، وقد حذر الله الناس من موضوع الكارما في كتابه الكريم كثيرا، ومن الأفعال واللي ورد طبعا ذكرها في القرآن أنها تسبب الكارما أو الحوبة. طبعا يعني هذا الموضوع جدا مهم، وأكيد احنا ذكرناه في بداية الحلقة أو في بداية السالفة. فيعني أكيد أن الدين ما رح يحذر من شيء إلا وهو جدا مهم، إلا وهو شيء من الأشياء اللي احنا يا نجتنبها يا أنه احنا نسويها. نعم. طبعا البعض أو بعض العلماء في التفسير يقولون أن الحوبة نتيجة أكل مال اليتامى وتكون كبيرة ومضاعفة جدا، بدليل قوله طبعا تعالى في القرآن. يعني أكل مال اليتامى بالتحديد، لأن اليتامى زي ما كنا قبل شوي نحكي ريم، يمكن ما يقدرون يدافعون عن أنفسهم، ما عندهم أحد يدافع عنهم، ما عندهم أحد يجيب حقهم. فهذه من أعظم الأشياء اللي الواحد ينتبه لها، سبحان الله. واليتامى عادة ما الناس اللي ما تخاف الله، خلنا نقول تبي تستغلهم، تبي تاخذ حقهم، حتى لو ما كان مال ممكن تستغلهم هم كأطفال، كأولاد، كبنات. فالموضوع يا جماعة ما هو بس إنه إحنا نقول كارما أن شيء الناس تؤمن فيه من عبث، حتى في القرآن الكريم مذكور. صحيح، والحوبة في المفهوم الإسلامي تعني الإثم يعني. ورد ذكر طبعا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، ربي أعني ولا تعن علي، وأنصرني ولا تنصر علي، إلى قوله ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي. ويرى بعض علماء المسلمين أن أفعال الشخص السيئة
وهذا الشيء ذكرناه هي اللي تسبب الكارما السيئة، بدليل قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني المصايب اللي بتحصل للشخص هي تكون نتيجة أعماله السيئة. دائما نقول الدنيا هذه دوارة، مهما امتد العمر أو قصر، إذا أنت سويت شيء خصوصا في حقوق الناس وخصوصا في أذية الناس راح يرجع لك عاجلا غير آجل، يعني في الدنيا قبل الآخر 100%. يعني في القرآن الكريم في الأحاديث طبعا ذكر كثير موضوع اللي إحنا قاعدين نسميه بالكارما اليوم، لكن هي الأفعال بشكل بسيط جدا، هي الأفعال. عشان كذا دائما ديننا يا ريم يحثنا على فعل الخير، على ال 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 يا جماعة الابتسامة صدقة، إيش تبغون أكثر من كذا؟ هي ابتسامة ما أخذت منك ولا شيء، ما فيها أي تكلفة، ابتسامة. أنت ابتسمت، خليت اللي قدامك يبتسم، جبت له شعور بالسعادة، سبحان الله. شوف أنت كيف يومك يصير لما تبتسم. السلام، الهدايا، تهادوا تحابوا، هذه كلها أشياء ترى مرتبطة في بعض، هي عبارة عن سلسلة، كل شيء يجر شيء. فديننا قاعد يقول لنا سووا خير، تصدقوا عشانك، لا تتصدق عشان الناس، تصدق عشان أنت تكون مرتاح، صح. عشان أنت يجيك الخير، عشان ربي يبارك لك في مالك، يبارك لك في أولادك، يبارك لك في رزقك، يبارك لك في حتى صحتك. فهذا نعم. شيء احنا قاضين منه في موضوع الكارما والدين. نعم، خلينا نتكلم كمان على موضوع الكارما والوقت. هل تؤمن يا مها او تعتقدي انه الكارما مرتبطه بفتره زمنيه معينه؟ يعني مثلا انسان مثلا اذى شخص او سوى حاجه خطا او انه تقصد اذيه الناس، هل انه ترجع له على طول بعد مثلا بنفس اليوم، بعد ايام بسيطه، ولا انها تاخذ وقت؟ في ناس يسووا مصايب او انهم يغلطوا على الناس ويؤذوا، ولكن خلاص بمجرد ما يمر الوقت يحسب انه خلاص انه انا نجوت بفعلتي هذه وانا هو عايش مبسوط ولا شيء. ولكن تقول الدراسات انه الكارما تاخذ 7 سنوات، يعني ممكن انت الشيء اللي سويته اليوم، احد اذيت احد او ضررت احد او اسات لاحد، راح يرجع لك مو شرط اليوم ولا بكره ولا الشهر الجاي، بل ممكن ياخذ له 7 سنوات عشان ترجع لك هذا الشيء او الكارما اللي سويته السيئه. عاد تصدقين أنا مو مع الموضوع 7 سنوات هذه، ما أحس لها وقت. بس أنا اللي مؤمنة فيه للأمانة إن الشخص ما يموت إلا يصير فيه 7 سنوات، 17 سنة، 100 سنة، 70 سنة، ما يهمني. بس أنت ما حتموت إلا صاير فيك الشيء. يعني زي ما قلتي يمكن في فقرة من فقرات ريم، إن في حساب وفي عقاب، بس في شيء في الدنيا بالضبط، هذا بالضبط اللي انا قاعده اتكلم عنه، انه في شيء في الدنيا، فانت ما حتترك الدنيا هذه الا وصار لك. فعشان كذا لا تقول شوفوا فلان لسانه سليط، ما حتموت الا ويصير لسانك سليط. لا تقول فلان ما يعرف يتكلم، فلان ما يعرف يلبس، شيء مره احنا نشوفه تافه، بس ترى والله مو بتافه، ابدا مو بتافه، ممكن يصير فيك نفس الشيء اذا ما جاك اعظم منه. طبعا في عصرنا الحديث وتحديدا منذ عام 2018 بدأت الكارما تختصر من الوقت وتحدث لشخص بعد مرور فترة بسيطة من الزمن لا تتعدى 2. زمن السرعة سر يجري. أيوة زمن السرعة. أيوة. يعني حتى احنا حتى الكارما صارت معانا في زمن السرعة. لكن بعض الأشخاص تخيلي يشوفون أن الواحد يرتكب خطيئة أو حسنة ويجد حصاده بعد يوم واحد، يعني هذا في بعض المعتقدات أو بعض الناس يحسبون كذا. والله شوفي من جد موضوع الكارما ده اليوم يعني يمكن كثير ناس يحتاجوا إنهم يرجعوا يفكروا في تصرفاتهم مع الناس وعلاقاتهم مع الناس، وهم إيش بيسووا في حياتهم، وهم كيف بيؤذوا الناس وكيف بيتسلطوا عليهم وكيف بيسيئوا لهم. يمكن اليوم يا مها عشان في صار تواصل اجتماعي والواحد صار يحط حسابات وهمية، أعطى لنفسه الحق إنه يؤذي الناس وإنه يسيء للناس، صح. وإنه هو اللي يستطيع إنه يؤذي كل الناس وهو متخفي، فما أدري هو يحسب إنه ربنا ما هو شايف مثلا أنت لما تصلي على أحد أو إنك تأذي أحد أو إنك تتقصد أحد وإنك تحاول إنك توقعه، إنه خلاص إنه وجمعت عليه الناس وخلقت عليه سمعة سيئة جدا وأسأت لو في حياته، تحسب إنه أنت راح تنجو؟
نعم. انت راح تنجو حتى لو انت بالاسم الوهمي هذا كذا حياتك راح تكون حلوه، تقفل اللابتوب ولا الكمبيوتر وتروح تنام وتعيش حياتك. لا, لا. طبعا الدنيا دي سلف ودين، يعني زي ما انت تدين تدان، زي ما انت اذيت احد راح يرجع لك هذا الاذى. طب خلينا نتكلم معها عن الاشخاص اللي سووا اشياء غلط، اذوا الناس ما احسنوا، سووا أخطاء مرة كثيرة، آذوا حيوانات، ولكن الآن يبغوا يمسحوا عن نفسهم الكارما السيئة هذه. يبغون يمسحونها؟ يبغوا إنه خلاص وجد إنه فاق على نفسه، وجد إنه اللي سواه غلط. طب أنا إيش أسوي الآن؟ هل تتوقع ممكن يغير كارمته؟ أعتقد إيه. لأن أول شيء يعني أنا ما ودي أطرق صراحة في موضوع الدين كثير، لكن حتى في ديننا ربي قاعد يقول حتى إذا أنت سويت شيء غلط واستغفرتني بغفر لك مهما كان. لكن بشكل عام أنا أعتقد أن الشخص اللي يؤذي الناس لازم أنه يروح يستسمح منهم. يعني مثلا زعل أحد، سرق من أحد، اغتاب أحد، أحس أنه وجهة نظر في النهاية ما هو شرط يكون صحيح، لكن ممكن أنه يروح للشخص يا فلان ترى أنا سويت 1 2 3 سامحني. يا الله أنا أعتقد أنا أشوف كده. الشخص اللي يصل لهذه المرحلة أنا أهنيه. الشخص إنه يعني دائما يقول لك مو عيب إنك تغلط، العيب إنك تعيد نفس الغلط أو تستمر في الخطأ. يعني كلنا خطائين، ممكن كلنا نغلط، كلنا ممكن يغوينا الشيطان لسبب أو بآخر، كلنا ممكن نقع ضحية إنه نتكلم على أحد ويأخذ لنا الكلام ونغلط على أحد ونسيء له، ممكن تحصل. طب هل هنا إيش أسوي؟ يعني إنك أنت مجرد إنك تفكر إني أنا بدي أصلح هذا الغلط وإنك تروح لشخص وتقول له ترى أنا أسأت لك سامحني، أنا أشوفها مرة كبيرة صراحة. يعني أشوف إنه الحركة ممتازة يعني على قولتهم يعني يبغى لها شخص قوي. بالضبط، مو أي شخص. يعني أنا ما أعتقد الضعيف يقدر يسوي كذا. ودائما أنا أقول يعني على طاري العذر أو الاعتذار أو الاعتراف، نعم، الشخص اللي يبادر يعترف ويعتذر فعلا إنسان قوي وواثق من نفسه. صح. خلاف الشخص اللي يقول لك لا خلاص أنا يعني بمشيها ولا مو ضروري، حتى لو هو من جوا زعلان أو من ندمان بس ما عنده القلب أو القوة أنه يروح، ما هو إنسان واثق من نفسه. صح. ما هو إنسان قوي، إنسان ضعيف، إنسان شخصيته ممكن مهزوزة. حلو أن الواحد دائما يعترف إيه صح أنا غلطت يا جماعة، أنا آسفة سامحوني، ترى أنا سويت جبت العيد اليوم. طيب أنا آسفة. يعني مرة حلوة هالصفة، مرة حلوة، أحس أنها أصلا تريح الشخص من جوا. يقول لك يعني الشخص دائما الاعتذار من شيم الكبار. نعم. فأنا أحس أن أي نغلط صح، صح ممكن أحيانا نسوي أشياء زي ما قالت ريم، لكن حلو أن الواحد يكفر عن هالشيء بالطريقة المناسبة وبالطريقة اللائقة. يعني في ناس ممكن أنك تقدرين توصلين لهم، بس في ناس ما تقدرين توصلين لهم. مزبوط كلامك. فأنت سوي اللي عليك والباقي خلاص، أهم شيء أنت مرتاح من جوا، أهم شيء أنت راضي عن نفسك وما عاد تسوي هالشيء، وبينك وبين نفسك مو عشان أحد، عشان نفسك في الأول والأخير، وعشان كارما وعشان الطاقة وعشان هذه الأشياء كلها. حلو الواحد من جد لما يكتشف أو يفوق على نفسه أنه هو أنا بسوي أشياء غلط، أنا عذبت حيوانات، أنا آذيت ناس، طب أنا بدي أرجع، أنا بدي أصحح. وحلو التغيير اللي تشوفيه يصير عليه إنه تصرفاته كلها تتغير، أخلاقه تصير مرة عالية، تصير بين الناس سمعته تصير مرة طيبة فجأة، إنه هذاك اللي سأل الإنسان اللي كان صليط اللسان اللي كان يتكلم عن الناس اليوم معقولة صار كذا؟ إيه ومعقولة، ليش لا؟ ليش لا إنه عرف إنه هو كان غلطان وإنه اليوم بيصلح غلطه وإنه هو بيحسن من نفسه. في ناس كثير يحاولوا إنهم يتواصلوا مع جانبهم الإنساني، تلاقيه يقوم بأعمال تطوعية أو صدقات. صحيح. أو أنه مع الحيوانات يساعد حيوانات، لأنه بالفعل هنا يبدأ يحسن من الكارما حقته اللي خربها طول عمره بأشياء وأفعال. يعني يمكن أنا أكثر شيء فاجأني من هذا البحث اليوم أنه حتى الطفل اللي غير واعي اللي ممكن يسوي حاجة وهو صغيرة من هو صغير، يعني أذية حيوان مثلا، أنه ترجع له في حياته.
يعني تخيلي قد ايش قوة الكارما، يعني هو يكون ما هو مكلف، هو صغير، هو ما يفهم في الدنيا لسه شيء، ولكن ترجع له في حياته. حلو اننا نبدا من مع اطفالنا من سن صغير نوعيهم على دين مسائل، انه ايش راح يحصل في المستقبل، ترى انتبه، ترى اليوم اللي تسويه صح بكره حيجي عليك، واذا سويت شيء غلط يجي عليك، يعني اشياء يمكن احنا نسهو عنها بنعامل اطفالنا انهم هم بريئين لسه بدري على هذا الكلام، بكره حيكبروا يتعلموا، لا خلينا نعلمهم ونقول لهم الحقائق من سن صغيره احسن، بدل ما يكبروا وينصدموا ويتكلموا في المجتمع انه انت شخص سيء او انت انسان غير مسؤول، لا ابدا من انت صغير ظبط نفسك ويعني ونعلمهم على هذا الموضوع من جد، يعني التواصل مع الجانب الانساني، وانه نعلم اطفالنا انه حقوق الناس والتعامل مع الناس والدين المعامله، واهم شيء انه لا نتكلم على احد، لا نجرح احد، لا نغتاب احد، لا نتنمر على احد، هذه جدا تفرق يعني. من سن صغير انا ما اشوف انه نستنى لما يصيروا مراهقين، لا خلينا نبدا من سن مره بدري معاهم. انا مره اتفق معك في هالموضوع، يعني احس هذه ما تفرق صغير ولا كبير، يعني حتى الاطفال لما يسوون هذا الشيء فعلا لازم نبدا نعلمهم، وهذه ما هو عشان انت انسان شرير كارما قاعد تجيك، عشان تصفيه حقوق. بالضبط، يعني حتى القطه الضعيفه اللي مسكتها من ديلها وجالس تدور فيها وانت طفل، تصفيه حقوقها. بالضبط، يعني الموضوع أنا كان اليوم يمكن وعانا على أشياء كثير، ودائما حلو أننا نذكر نفسنا بأننا نتعامل بالحسنى مع الناس، لأنه هذا الشيء رح يعود لنا في المستقبل. إحنا كده انتهت سلفتنا لليوم، خلونا نطلع فاصل قصير ومن بعده متابعين. هل تساهم رياضة اليوغا في التخلص من ضغوطات الحياة اليومية على المرأة؟ رياضة اليوغا واللي صارت اليوم من الرياضات المهمة خصوصا في المجتمع النسائي، واللي ما كانت تمثل جزء من اهتماماته في السابق، وطبعا صارت اليوم النوادي النسائية تعطي حصص لليوغا باعتبارها من الحلول المثلى للقضاء على ضغوط الحياة. طبعا حول ثقافة اليوغا وانتشارها في المجتمع النسائي بالتحديد، يسعدنا أن تنضم معنا عبر زوم نوف المروعي رئيسة اللجنة السعودية لليوغا. هلا وسهلا فيك أستاذة نوف. أهلا. طبعا نوف، خلينا شوي نتكلم عن تعيين، نبارك لك أول شيء طبعا عن تعيينك رئيسا للجنة السعودية لليوغا، وكلمينا عن هالمجال وإيش اللجنة السعودية لليوغا، يعني إيش أهدافها وإيش الأشياء اللي قاعدين تقدمونها. طبعا لجنة جديدة، وهذه أول مرة يكون في لجنة سعودية لليوغا، وإن شاء الله قريب أكيد راح نعلن عن أشياء كثير يعني فيما يتعلق بالأنشطة. بس طبعا رياضة اليوغا مهمة، تمارس بشكل واسع جدا في المملكة العربية السعودية، كثير من المدربين والمدربات سعوديين ويعملوا في هذا المجال، فطبعا من المهم تنظيم هذه الرياضة ودعمها. حلو، يعني احنا بنشوف انواع كثير لليوغا، يعني تعددت الانواع وصرنا محتارين طب ايش الفرق بيناتها، ايش اللي مناسب، ايش دي طب اللي فيها تامل، وايش دي اللي فيها مثلا درجه حراره مرتفعه، فكلمينا عن انواعها وايش اختلاف كل واحد عن الاخر. طبعا اللي احنا يعني نعتمده ونمارسه في المملكه العربيه السعوديه هنا، واللي نروج له هي اليوغا الرياضيه. طبعا رياضه اليوغا صحيح تعتمد على التركيز، ولذلك يعني معروف فيها التامل، لكن التامل ليس هو الجزء الاهم ولا هو الجزء الاكبر من هذه الرياضه، انما الوضعيات الجسديه، وكثير منها في مراحل المتوسطة والمتقدمة صعب ويحتاج تدريب. أما اليوغا الساخنة فليست من أنواع اليوغا التقليدية، وهي يعني نقدر نقول أنها ظهرت دخيلة في فترة قريبة. دخيلة، نعم صحيح، مؤسسها هندي، ولكن الحقيقة أن وزارة اليوغا الهندية لا تعتمدها كنظام تقليدي، لأنه في أساس تقليد اليوغا ممنوع الحر الشديد،
حلو. غير صحي طبعا يعتبر للجميع. فاحنا انواع اليوغا اللي نعتمدها واللي موجوده هنا في المملكه بكثره هي الهاثا يوغا والاشتانجا يوغا والفينياس او الباور يوغا والاينجر يوغا، واللي هي طبعا فيها ممارسه التمارين الرياضيه الخاصه باليوغا والوضعيات الجسديه. نعم. طب أستاذة نوف، يعني الحين حابين نتكلم عن اليوغا والفرق بينها وبين كل الرياضات المختلفة. طبعا عارفين أنها تساعد الجسم، المرونة وإلى آخره، لكن كلمينا بالتحديد عن الجانب النفسي، كيف تأثر اليوغا على الاسترخاء والجانب النفسي، وليه إيش معنى اليوغا بالتحديد اللي لها هالتأثير على اللي يمارسونها؟ طيب، السبب الوحيد في أنه اليوغا دائما توصف بأنها رياضة العقل والجسد أو أنها تؤثر على الحالة النفسية والمزاجية هو النمط ممارسة هذه الرياضة. فهذه الرياضة تمارس ببطء مع ضبط النفس، وهذا يحدث تأثير في الجهاز العصبي عند الإنسان، يحد من استجابة التوتر أو استثارة جهاز التوتر اللي هو السمباثيتك نيرفس سيستم أو الجهاز الانبثاوي، وتحفز نشاط الباراسمباثيتك نيرفس سيستم، لأنه الجهاز الباراسمباثيتك طبعا يوقف استجابة التوتر والقلق ويبدأ الإنسان يشعر بالاسترخاء، فنحفز هذه الاستجابة اللي هي أصلا موجودة عند الإنسان لكن تحفز بالتنفس. غير أنه رياضة اليوغا صحيح فيها كثير ستريتشنج، لكن فيها بالانس وفيها تآزر وفيها طبعا قوة. بعض الوضعيات يعني تحتاج إلى تطوير قوة الإنسان، فإحنا نبدأ بالتدريج. طبعا في ستايلات يوغا دائما تلاقيها هادئة أو لها نمط هادئ مع ضبط النفس، وهذه هي اللي تستخدم لتقليل التوتر والقلق وتحسين الحالة المزاجية عند الإنسان. واتضح في دراسات حديثة مؤخرا ظهرت أنها تحسن من إفراز الجابا في مخ الإنسان، وبالتالي تخفف من الأعراض الاكتئابية. ولكن في أنماط أخرى زي الفينياسا والباور يوغا والأشتانجا يوغا هذه تتطلب جهد وتركيز وتمرين متواصل، تركز على القوة وعلى التحدي حقيقة والتوازن، فتعتبر أيضا من تمارين اليوغا اللي فيها جهد أكثر، وتتطلب أن الواحد يعني يمارسها باستمرار عشان يتطور ويوصل لمراحل متقدمة فيها، وجزء منها طبعا استعراضي. وهذه هي النواحي في اليوغا اللي تستخدم في مباريات اليوغا ومسابقات اليوغا وبطولات اليوغا في آسيا. يعني تكلمت عن اليوغا بأنواعها المتعددة، ولكن البعض ما زال يقول إن اليوغا ما رح تديني نتائج المرجوة من الرياضة اللي أمارسها، سواء الركض أو الجيم أو أنواع الرياضات المختلفة اللي تعتمد على عدم استخدام أجهزة. يعني فهل ممكن اليوغا تدينا نفس النتيجة كنتيجة الرياضة اللي بنقولها، سواء أنا بتكلم على المستوى الجسدي، وقد إيش لازم أمارس هذه اليوغا، يعني كم ساعة في الأسبوع عشان أبدأ أشوف النتائج المرجوة؟ طبعا اليوغا لو امباكت، يعني من تمارين خفيفة أو متوسطة التأثير أو الحدة في جسم الإنسان. طبعا ما نقارن اليوغا بالأيروبيكس إلا لو كنا نسوي فينياسا يوغا فلو سريع نوعا ما، نقدر نشوف وقتها إنه إحنا اقتربنا من الإفكت طبعا في مثلا حرق السعرات الحرارية والهارت ريت والظواهر اللي بنشوفها في الأيروبيكس مثلا. طبعا مش زي الجري لأنها تمارين بطيئة. طبعا في نمط يوغا سريع وفي نمط يوغا يعني متوسط الشدة الأشتانجا مثلا، ولكن طبعا احنا دائما نقول اليوغا تعتبر داعم للرياضات الاخرى. ممارسي الرياضات الاخرى يلاقوا فائدة من ممارسة اليوغا، زي ممارسي مثلا كرة القدم، كرة السلة، السباحين، الغواصين، لأنه في ممارسات معينة في اليوغا تدعمهم في جوانب معينة في رياضتهم. وكثير من الهدافين الدوليين الحقيقة يمارسوا اليوغا، ومعروف عنهم أنهم يمارسوا يا إما الأشتانجا يوغا أو الهاثا يوغا. طبعا اليوغا تحسن من المرونة. اليوغا كمان لاحظوا بالنسبة لمدربين كرة القدم أنه عند تعرض للإصابة الريكفري يصير أسرع،
كمان الإصابات تكون أقل نسبياً في حدتها وشدتها عند غير ممارسي اليوغا. هذا طبعاً أبحاث حصلت يعني عملوها ولقيوا منها هذه الفوائد، غير إنه اليوغا تخفف من الأوكسيديتيف ستريس وتساعد على التركيز وضبط الأعصاب والانفعال والقلق قبل المباريات طبعاً والبطولات. فكثير من الرياضيين من رياضات أخرى يمارسوا اليوغا كرياضة داعمة لممارستهم للرياضات، وفي طبعا ممارسي اليوغا اللي يمارسوا اليوغا وما يمارسوا غيرها يغيروا في سرعتها وشدتها، حتى انه البعض يمارسها مع بعض الاوزان عشان يزيد من امكانيه القوه فيها والريزيستنس، ولكن فيها وضعيات كثير طبعا انماط كثير. نعم. طب استاذ نوف، يعني ليش نرى ان اكثر ممارسي رياضة اليوغا من السيدات على خلاف يعني الرجال؟ موجودين هم يعني، بس الأغلب السيدات، وهذا الكلام عالميا يعني، طبعا مو بس عندنا هنا بالسعودية. كثير من السيدات يحبوا يجربوا. في وقت من الأوقات كانت الرياضات المتاحة للسيدات عددها قليل، يعني اللي موجودة للسيدات أنهم يجوا يمارسوها. فإذا كان خلف هذه الرياضة مثلاً يعني في توفر لها في النوادي، فتلاقي كمية كبيرة من السيدات يبدأوا يمارسوها، غير أنه الرياضة سهلة وجميلة وتحدث تغيير في مزاج الإنسان فيبدأوا يتعلقوا فيها. أما بالنسبة للرجال، أنا ما أشوف في مانع أبداً، في كثير رجال يمارسوها ويتفوقوا فيها حقيقة، يعني بالذات في نواحيها اللي تتطلب قوة وتتطلب تطور سريع للقوة زي الوقوف على اليدين والتمارين الصعبة. هذه الرجال يتطوروا فيها طبعاً أسرع من السيدات، لكن عشان هي رياضة بطيئة يبدأ الرجال يعتقدوا أنها مناسبة فقط للسيدات، وإنها ولكن مملة بدأ صار يعني. فيه إنها مملة أو بطيئة أو ما فيها حماس، لكن لما يبدأ يشوف نفسه كيف بيتطور بسرعة الكثير منهم يتحمس وكثير منهم متفوق حقيقة. الرجال مدربين اليوغا نعم. طيب نوف، كيف تشوفي إقبال السيدات عندنا في السعودية تحديدا، وعيهم برياضة اليوغا؟ هل هم يعني بدأ في إقبال؟ هل في ثقافة عن موضوع اليوغا؟ هل في معرفة عن اليوغا، ولا لسه ما زلنا بعيدين كل البعد يعني؟ في إقبال كبير جدا، ومن خبرتي يعني أنا يعني في الترويج لليوغا في 20 سنة الماضية اكتشفت إنه إحنا في المملكة العربية السعودية أكثر دولة خليجية مواطنيها من ممارسي ومدربي اليوغا عددهم أكبر من دول الخليج الأخرى. في الدول الخليج الأخرى نلاقي المقيمين هم أكثر إقبالا عليها، وللمفاجأة عندنا عدد كبير جدا من مدربي ومدربات اليوغا السعوديين، خاصة المدربات، ويدربوا في النوادي، غير اللي فتحوا الاستوديوز الخاصة حقتهم، غير اللي يدربوا في المدارس. فيها مجال جدا كبير، والآن بدأت في بعض الأنشطة السياحية، في بالذات فترة يعني منع السفر كان في أنشطة سياحية كثير في مناطق سياحية في المملكة، والكثير منها كان يتضمن برامج يوغا كنوع من الرياضة الترفيهية والترويحية خلال الرحلة. نعم. يعني أستاذ نوف، شكرا لك وشكرا لوجودك معنا، يعني الموضوع جدا مهم وحلو، هذا الإقبال اللي صرنا نشوفه من المجتمع ومن سيدات المجتمع على اليوغا، وإن شاء الله أكون أنا ومها كمان أحد منهم. شكرا لك. مشاهدينا مكملين معكم فقراتنا، ولكن بعد الفاصل. راح نتكلم عن مشاكل البشرة في فترة الصيف، هل تكثر وما هي طرق العناية بها؟ مشاكل الجلد في الصيف والتعرض للشمس والحرارة الشديدة تأثر كثير على بشرتنا ولون الجلد. كيف نحمي نفسنا إذا طلعنا في الشمس، وإيش أسهل الحلول للتعامل مع المشاكل الجلدية في الصيف؟ حول هذا الموضوع يسعدنا أن تنضم معنا في الاستديو استشارية الجلد والتجميل والليزر دكتورة رقية العقلة. أهلا وسهلا بك دكتورة رقية. أهلا وسهلا، يسعد مساكم ومساء المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا بك دكتورة رقية. يعني الصيف وحرارة الشمس وارتفاع درجة الحرارة أكيد تأثر على بشرتنا، فإيش هي أهم المشاكل اللي ممكن نتعرض لها بحكم حرارة الشمس؟ أوكي، هو بشكل عام طبعا زيادة الحرارة
تزيد من الجفاف تبع البشره. التعرض يعني احنا ناخذها على جزئين، هي منها جزء حراره وجزء منها الاشعه الفوق بنفسجيه. فاحنا طبعا يزيد الجفاف بالذات عند الاشخاص اللي هم مهيئين وراثيا انه يكون عندهم جفاف اصلا في بشرتهم، زي الناس اللي عندهم حساسيه اكزيما، يعني اللي هو الجفاف الوراثي هذا، والناس اللي عندهم الربو واللي عندهم حساسيه الجيوب الانفيه، كل الفئات هذه تميل الا انه يكون بشرتها جافه اكثر من الطبيعي سواء صيف او شتاء. بس طبعا مع ازدياد درجات الحراره احنا بنفقد السوائل عن طريق التعرق، طريق التنفس، فهذا يزيد طبعا من مشكله الجفاف. والمشكله الثانيه بالتاكيد هي وجود او الخروج في النهار والتعرض للاشعه فوق بنفسجيه، بالتاكيد حتاثر structurally يعني تركيبه البشره، تركيبه الجلد من ناحيه اللون، من ناحيه الشيخوخه، تكسير الكولاجين، فهذه كلها عوامل اكيد انها حتاثر على البشره تبعتنا. يعني انت جبتي موضوع مره مهم دكتوره، موضوع الشيخوخه، حتى في بنات في سن صغير بس تلقين عندها تجاعيد كثير، تلقين عندها تصبغات، تلقين بشرتها اكبر من سنها، يعني صحيح. البنت ما عدت ال 25 بس شكل بشرتها عمرها 40 او اكثر. فهذه الامور يعني احسن شيء انه احنا بدل ما نعالج نقي انفسنا. صحيح. فاحنا حابين نعرف منك شلون نقي انفسنا، وتحديدا إن الحين يعني نسوق احنا قاعدين في السيارة، ممكن نروح سوبر ماركت وإلى آخره، فيعني عطينا أشياء نسويها تحمينا بدل ما إحنا نعالج. أكيد كلامك مضبوط 100%، ومثل العربي يقول قنطار وقاية خير من دينار علاج، ولا يعني بما معناه كذا. فالفكرة إيش؟ إنه زي ما قلتي لازم نحمي نفسنا من الآثار السلبية للحرارة وللأشعة فوق بنفسجية. نعم. الموضوع الجميل اللي ذكرتيه هو أنه البنات الآن في أعمار صغيرة بتبين عليهم الشيخوخة مش زي النساء بالسابق. صحيح. السبب أنا في نظري وبما يعني ألحظه في المراجعات عندنا في العيادة، الآن انتشرت عادات عند البنات ما كانت موجودة في السابق. طبعا جزء منها حكاية السواقة هي اللي يتأثر فينا طبعا الوجه واليدين. فحماية الوجه واليدين سهلة جدا، البسي نظارة، يعني ربي رحمنا يمكن جزء من الكورونا أنه نلبس كمامات على أساس يغطي جزء كبير من الوجه، من أسفل الوجه، وجود النظارة الشمسية نوعا ما يحميكي، بالإضافة طبعا إلى استخدام شغلة حنجيلها بعد شوي اللي هي الواقية الشمس. بالنسبة لليدين أنا في نظري أفضل حماية وأنا أسوق أنه ألبس قفازات، في قفازات قطنية موجودة في الصيدليات. صح. فتلبس القفاز الأبيض القطني، هذا أفضل حماية ليدك من، لأنه كثير يشتكوا الحين بنات وسيدات من اختلاف الألوان. صح. يعني الكف لونه يختلف عن الذراع، وسبب كلف كمان تطلع تصبغات وكلف. أيوة، في نوع من النمش على المدى البعيد حيتكون النمش باليدين. لذلك افضل طريقه للوقايه انه نلبس قفاز ابيض. نعم. واحنا نسوق. الشيء الاخر الان في ترند قوي جدا عند البنات هو السلف التانينج اللي هو التعرض للشمس، مش التان الارتفيشال اللي هو المصطنع اللي هو بيستعملوا البخاخات، لا. في بنات كثير يروحوا مسابح، يروحوا بحر، يسبحوا وتطلع وتستخدم طبعا كريمات عشان تزيد تن. هذا الصيف يا دكتوره لازم. اوكي، ما اختلفنا. انما انا ممكن انه يعني هي اذواق صحيح، اللي حابه انها تسوي الكلام هذا ممكن انه نخفف من الاثار السلبيه للاشعه فوق بنفسجيه وحراره الشمس، انك تستخدمي واقي الشمس. نعم. انما اذا استخدمتي واقي الشمس ممكن انه لها التارجت حقك، مساله انه انا والله ابغى بيوتيفول تان، جسمي يصير احمر، هو حلو جميل، انا ما انكر الكلام هذا، انما تتحملي الاثار صحيح الجانبيه. نعم. للجمال هذا. وفعلا تظهر الان اعراض شيخوخه عند بنات صغار، بالإضافة طبعا التدخين. التدخين بالتأثير يسبب شيخوخة أكثر من البنات اللي ما بتدخن. فأشعة الشمس، السباحة في عز الظهر أو وقت أنه تكون الشمس قوية، بالتأكيد أنه حيزيد من التجاعيد، يزيد من جفاف البشرة،
بتظهر على المدى البعيد. طبعا انت ما تشوفينها لليوم ولا بعد سنه ولا بعد سنتين، انما على المدى البعيد اللي هو ظهور النمش او السولار كيراتوسيس احنا بنسميها، زي الثواليل بقع تكون اغمق من الجلد، وطبعا هذه من علامات الشيخوخه، وبالتاكيد هو التعرض للشمس هو اللي بيزيدها لنا. صح. طيب دكتوره، ذكرتي انه الشمس تسبب في تغيير تركيبه الجلد، وبالتالي بنشوف انه البعض لما يتشمس في بعضهم بيحمر وبيصير لونه يتغير وبعدين يقشر، في بعضهم تغير عندهم الجلد لدرجه انه يحتاج ايام كثير عشان يبدا يسمر، يعني يمكن درجه الحمار ما صارت تحصل زي زمان يعني. صحيح. فكلمينا ليش بيحصل هذا التغيير في الجلد؟ هل هي بوادر شيخوخه او ليش التغييرات اللي بتحصل في الجلد هذه؟ اول حاجه بالنسبه نجي لمين الناس اللي تتأثر بقوة ومين الناس اللي لا. كل ما بتزيد درجة فتحان الجلد، يعني كل ما بنصير أبيض أكثر، كل ما إحنا نكون نتأثر بالأثار السلبية للأشعة فوق بنفسجية أكثر من الناس اللي عندهم بشرتهم تميل للسمار. لأن وجود الميلانوسايت الخلايا الصبغية في الجلد، كل ما كنتي سمراء كل ما كانت بتحميكي أكثر. يعني دائما لو نلاحظ في الصور، مثلا لو تجيبي صورة بنت عمرها أو سيدة عمرها 50 سنة من أصحاب جلد اللي هو الدرجة الخامسة السمر لون أفريقي مثلا، غير لما تجيبي واحدة أوروبية تكون هذه فرق شاسع بشكل في العمر، محافظة على شاشة بالضبط. لأنه ليه؟ والسبب هو وجود الخلايا الصبغية عندها. كل ما زادت الخلايا الصبغية بتكون سبحان الله حماية من التأثر بالأشعة الفوق بنفسجية. فزي ما قلنا أنه كل ما صارت البشرة فاتحة، كل ما صرتي أنت عندك قابلية أنه تتأثري بالنتائج السلبية للأشعة الفوق بنفسجية وحرارة الشمس أكثر من إذا كانت البشرة فاتحة. طب تفضل. فعشان نحمي بشرتنا زي ما قلنا أنه نقلل فترات، يعني ممكن أنا أشوف أنه جميل لو أنا أحب أتفادى اني اثر بطريقه سلبيه على بشرتي وحابه اني اسبح استمتع انه صيف وسباحه، صحيح. ممكن انه بعد العصر بعد المغرب على الاصح، يعني بعد الشمس بارده تكون. شوفي في شغله جدا مهمه، الناس تفكر دائما وقت الظهر هو اشد شيء بالنسبه للتاثير السلبي. الاثار السلبيه لاشعه الشمس هي بنفس الوقت هي الإيجابية، اللي هي أشعة فوق بنفسجية هي اللي تأثر على بشرتنا. أشعة فوق بنفسجية دائما تكون أول ظهور للشمس وآخر ظهور لها، يعني فترة الصباح الباكر وفترة العصرية قبل المغرب على طول. يعني لما تحبي أنت تكسبي، وهو جزء جدا مهم كمان أنه نتعرض لهذه الفترات عشان تكوين الفيتامين دي، وإحنا عارفين أهمية الفيتامين دي بالنسبة للبشرة، بالنسبة للشعر، بالنسبة للعظام، الجسم الكامل. فالوقت يلي نتعرض فيه للشمس جدا مهم. الأشعة فوق بنفسجية تكثر في بداية النهار وفي آخر النهار، إنما والله أنا حابة أني أستمتع ممكن تسبحي بعد المغرب مثلا إذا كانت مسابح موجودة، حتى البحر تقدر تنزلي له بعد المغرب، جميل ودافي. صحيح. ما في مشكلة. طب دكتورة خلينا نتكلم عن موضوع مرة مهم، وفي أخطاء شائعة وفي أفكار غريبة بالنسبة لهالموضوع، واللي هو الصن بلوك أو الاس بي اف. تدخلين الصيدلية أشكال وشركات وأرقام، ممكن بعض يعرف يقراها البعض ما يعرف يقراها، وإيش معناتها وإيش معناتها الاس بي اف. أول شيء إيش معناتها الاس بي اف والأرقام اللي جنبها؟ وشي بعضها 10، بعضها 20، بعضها توصل لحد 100. توصل لحد 100، فأنا إيش أختار وبناء على إيش؟ وإيش الأشياء اللي تخليني أختارها؟ وهل كل شيء يعني في حق البشرة الدهنية والمختلطة والجافة وإلى آخره، وهل هذا الشيء أثر أو لا؟ هذا سؤال الرقم الواحد. الشيء الثاني أو الجزء الثاني من السؤال، بس نستخدم الاس بي اف في وقت الشمس ولا نستخدمه؟ يعني كثير يقولون لا حطي اس بي اف يا مها حتى وانت في الاستديو، لان الكشافات والاضاءات القويه تاثر على البشره. كلمه اس بي اف تحديدا تعني سن بروتكتيف فاكتور، معامل الحمايه من الشمس، هذه ترجمتها. اوكي. فسن بروتكتيف فاكتور، اصحاب البشره البيضة جدا هم اللي يحتاجوا الاس بي اف العالي. نعم. اوكي. شغلة ثانية، الـ 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 الواقيات الشمس موجودة على فكرة او
البريباريشنز التحضير حقتها موجود بنوعين، في شيء يسموه ميكانيكال وفي شيء كيميكال بروتكشن. صح. نعم. الميكانيكال اللي فيها تلاقي التيتانيوم اللي يسوي طبقه حاجزه وقايه انه تخترق اشعه الشمس او الاشعه فوق بنفسجيه البشره. نعم. النوع الثاني اللي هو الكيميكال يشتغل عن طريق التعامل مع الانزيمات والتركيبه الكيميائيه لبشرتنا، الخلايا اللي موجوده على سطح البشره يغيرها. نعم. أغلبية الأطباء لا يفضلون النوع الثاني، نحب يكون الميكانيكال وليس الكيميكال سام بروتكشن. الدرجة مهمة على حسب نوع جلدك أنت. أنت كل ما زاد اسمرارك كل ما احتجتي شيء أقل. نعم. لأنه فيه أصلاً بروتكشن حماية ذاتية عندك أنت. نعم. كل ما زادت الخلايا الصبغية كل ما صار لوننا أسمر راح أحتاج مثلاً، أنا مثلاً أحتاج 50 ماكسيمم 60 سن بروتكشن. نعم. ناس ثانيين بيض زيها ما شاء الله، انا متاكده حتحتاجي انت سن بروتكشن يبغى لك 70 80 90 حتى. والله انا كنت استخدم 50 واشوفه مره كثير. لا يعني تحتاجي انت كثير. الان الجزء الثاني المهم جدا هو مش طريقه العمل حق الاس بي اف، انما كمان النوعيه. لازم ننتبه انه فيه ناس إذا استخدمت واقي الشمس تزيد مشاكل بشرتها. أيوة. زي اللي عندهم مثلا حب شباب. صحيح. صح. هذه مرة مهمة. ففي الحالة هذه أنا ألجأ لما تجي لي واحدة تستشير على نوعية الصن بلاك. نعم. في أشياء سبريز، في بخاخات ما تحتوي على أيوة، وفي شركات بتنتج أشياء مكتوب عليها أنه كويس أو فعال أو ينصح فيه للأكني برون سكين. الأكني برون سكين اللي هو القابل لأنه يجي لحب شباب. yes. فهذه مرة مهمة أنه مو بس في النوعية إنما التركيب التكوين بخاخ، معناته أنه هذا في نسبة الدهون أقل عشان أتفادى أني أزيد مشكلة البثور وحب الشباب. طب دكتورة والإضاءة، يعني أنا ودي أرجع لنقطة الإضاءة. يعني الإضاءة ما لها علاقة أبداً، هذه ما فيها أشعة فوق بنفسجية بتاتا. يعني هي المشكلة في الأشعة فوق البنفسجية. بالضبط. ترى كثير قد حكينا في ذا الموضوع تذكرين ريم. وفي ناس وللأمانة المدرسات يقولوا لي دكتورة احنا بين الحصص نطلع ونجدد مرة ثانية. مو صحيح. وبعدين في أنواع على فكرة كمان ووتر ريزيستنت، مقاومة للماء. تقدري تحطيها وتنزلي المسبح، تنزلي البحر. وفعلا تسوي لك بروتكشن. جميل. يعني يمكن الشيء الكثير اللي يسهو عنه الكثير من البنات موضوع انه احنا ما نستخدم السن بروتكشن هذا غير لما نروح نتشمس يعني، وينسوا كمان انهم يحطوا لاطفالهم انه موضوع الحمايه من الشمس هذا جدا مهم اننا نستخدم الواقي دائما يعني. طيب في بشرات تعاني في الصيف اكثر من غيرها، اصحاب البشره الدهنيه بحكم انها دهنيه وبتزيد في الصيف دهنيه تصير اكثر، كيف يقدروا يعتنوا بها؟ في الغالب اعتقد انه اختلافات اللي تتعب البشره هي اذا كنت في جو في رطوبه عاليه او في جفاف. صحيح. مش انه انا بشرتي دهنيه او انه الصيف اثر علي بزياده عشان انا بشره دهنيه. في ناس عندهم بشره جافه كثير يتعبوا في الصيف كمان. نعم. شعرهم يصير مقصف، بشرتهم تصير جافه بزياده. الفئه الثانيه كمان ننتبه لهم مره، الناس اللي بياخذوا حبوب الروكيتان. اي هذول مساكين كثير يتعبوا. فهذا دليل على انه حتى لاصحاب البشره الجافه، لانه الروكيتان بجفف البشره. صح. تزيد مشاكلهم في الصيف، تتصاب بشرتهم بالتشققات، تزيد الحكه، تزيد القشور عندهم، وهذا مزعج كثير بالنسبه لهم. فالشخص يعني انا متاكده انه كل طبيب يعرف يتعامل مع المراجع تبعه. بشكل عام البشرات جميعها تتأثر في فصل الصيف، يعني ما أقول إنه والله هذا بشرته دهنية حيكون غالبا مشاكل أكثر. نعم. لا. وأصحاب البشرة الجافة برضو بيتأثروا. نعم. مهم جدا وأركز أنا عليها دائما إنه في فصل الصيف مهما كانت بشرتك ركز على شرب الماء بكثرة، لأنه التبخر اللي إحنا ما بنشوف ولا نحس فيه بيزيد بشكل مرة فظيع. نعم. يعني لازم نزيد من شرب الماء، والهدف منه هو تعويض ما نفقده وبنفس الوقت
تصحيح كمان للبشرة، يعني كثير يساعد في البشرة. دكتورة، يعني في موضوع الأمانة أنا دائما أحب أتطرق له لأنه جدا مهم ويخفى على كثير بنات. ما أنا نتكلم الآن عن الحر والصيف، وقبل شوي كنا نتكلم عن اليوغا ورياضة، فالرياضة والحر والصيف والمكياج، يعني الحين طالعة من الدوام أبغى أروح النادي، أتعجز أمسح المكياج أقوم أتمرن ولا أجري، هو حر أصلا وقاعدة أتمرن وأنواع يعني لا أحكي لك. فأنت إيش رأيك بهالموضوع؟ يعني إيش ممكن يسوي لما يكون على البشرة ميك أب والمسام مغلق وحر وعرق وإلى آخره؟ إيش المشاكل اللي تجي على المدى القصير والمشاكل اللي على المدى البعيد والتكرار؟ طبعا المكياج إذا كان، ننتبه كويس، المكياج إذا كان سائل دهني يستخدم زيوت مكياجات السائلة، هذه أكيد أنها بتسدد لك المسام. لكن المكياج لما يكون باودر، هذا بيخلي بشرتك تتنفس. فدائما أنا أنصح استخدموا مكياج باودر بشكل عام. هذا بشكل عام، ايوه، لانه كل ما زادت يا ليت يا دكتوره احنا ما نقدر احنا ما نقدر. شوفي انا حقول لك على شغله، انت لما تروحي البيت تجربي على يدك عشان تشوفي الفرق. دائما استخدمي الميك اب الباودر مع برايمر، والبرايمر حاجه ترى شفاف وما يسد المسام، ايوه، وخفيف وحيعطيكي سموث لوك. جربي على كف يدك الثاني بدون البرايمر، شوفي الفرق حيمسك. صدقيني حيصير كأنك حطيتي مكياج سايل. تمام. أوكي؟ فدائما البشرة حافظي عليها بالتهوية، لازم تنظفيها، يعني لازم يكون جنبك في السيارة لما تطلع من الدوام مناديل إزالة الميك اب، حاولي أنك تمسحي وجهك قبل ما تروحي النادي، ضروري جدا عشان تتنفس بشرتك. صح. لأنه إذا خليتيها مسكرة المسام وأنت جالسة تعرقي أكيد حيطلع لك بثور، بتسبب لك حكة، ويتجي مشاكل كثيرة أنت تبغين عنها، وهي الموضوع مرة بسيط. صح طبعا. دكتورة رقية العقلة، شكرا لك، شكرا على هذه المعلومات والنصائح اللي جدا استفدنا منها. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. مشاهدينا مكملين معكم آخر فقرة معنا اليوم، ولكن بعد الفاصل. إيجابيات تصدر الرياض على مدن المنطقة العربية في الابتكار وريادة الأعمال. دراسة أجرتها شركة دوجو العالمية المتخصصة بحلول التسديد الذكي للمدفوعات المالية، تصدرت الرياض قائمة المدن العربية وحلت في المرتبة 14 دوليا بين عدد من كبرى العواصم والمدن حول العالم على صعيد الطموح والابتكار وموائمة البيئة القانونية والتشغيلية لريادة الأعمال. للحديث أكثر حول هذا الإنجاز الذي نفخر به تنضم معنا في الاستوديو المستشارة المالية الدكتورة سارة المعيذر. هلا وسهلا بك دكتورة سارة. يعني قبل ما أدخل معك في تفاصيل هذا الخبر، خلينا نبسط للناس ونديهم فكرة إيش هي ريادة الأعمال والفرق بينها وبين المشروعات الصغيرة. في البداية أمسي عليكم وعلى المشاهدين بالخير، وشكرا لكم على الاستضافة. صحيح مثل ما تفضلتي، دائما يصير في لبس أو لخبطة عند الناس، بالذات الناس البسيطة، بين مفهوم ريادة الأعمال وبين مفهوم مثلا المشاريع الصغيرة. في فرق جدا كبير. لماذا أصلا سميت بريادة الأعمال؟ لابد أن ننظر للمعنى اللغوي لها. الرائد يعني لغويا هو القائد، هو اللي تتوفر عنده مقومات الريادة، فهو بالتالي يعني يقدم فكرة جديدة، ومن هنا جاءت فكرة ريادة الأعمال، فهي إطار يعني يوفر تحويل الفكرة اللي قام بها أو ابتكرها رائد الأعمال إلى مشروع تجاري، بما يضمن له أكيد توفير الموارد المالية اللازمة، رأس المال العامل، الموارد البشرية، وبشكل مستمر ودائم. فهذه اللي يميز ريادة الأعمال عن المشاريع الصغيرة، اللي يكون بس هدفها مشروع تقليدي بسيط ويكون متواجد في السوق، يعني ما في أي تميز عن المشاريع الأخرى، وهدفه فقط مثلا أنه يتخلص من الوظيفة ويوفر له دخل مقبول نوعا ما بشكل على المدى الطويل. طبعا حسب تقرير شركة دوجو، تصدرت الرياض مدن المنطقة العربية في الابتكار وريادة الأعمال. كلمينا على هالموضوع، أو يعني بسطي لنا والمشاهد، وكيف راح يكون تأثيره؟
على المدى البعيد والقصير. يعني يحق لنا اكيد كسعوديين اننا نفخر بهذا الانجاز، وبصفتي بمدينه الرياض يعني الكلمات ما تكفيني فخر لوصف هذا الانجاز الكبير. استراتيجيات رؤية المملكة 2030 هدفها الوصول إلى الغايات والأهداف في إطار زمني محدد وأكيد وفق أعلى معايير الجودة. وما ننكر أنه في عدد كبير من المشروعات تم إنجازها فعلياً على أرض الواقع، وهذا ما نقدر يعني نكذب فيه، يعني لغة الأرقام مثل ما قال سمو سيدي ولي العهد لا تكذب، وشاهدناها وفق تصنيفات عالمية وأقليمية متعددة. فالقيادة حفظها الله وضعت استراتيجيات وسياسات عديدة لتطوير مدينة الرياض. ليه؟ لأنه الاقتصاديات في العالم لا تبنى على اقتصاديات الدول كاملة ولكن على المدن، حيث أن 85% من اقتصاديات العالم مبنية على حجم اقتصاديات الدول. فلذلك لا عجب أنه جاءت مدينة الرياض وفق هذه الاستراتيجيات المرسومة لها، وفق هذه السياسات وسياسات الانفتاح الاقتصادي وفق أسس اقتصادية سليمة، بأنها أتت في مقدمة وفي طليعة الدول، أسفة، في طليعة المدن العربية ومدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأتت أيضا في المرتبة 14 عالميا والثامنة على مستوى دول مجموعة 20، فهذا إنجاز جدا كبير. نعم، يعني بالفعل إنجاز نفتخر فيه بحكم أنه الرياض تمتلك جميع المقومات وغيره. ولكن لو تكلمينا على هذا التقرير، على ماذا اعتمد في تصنيفه للمدن؟ خلينا نقول إيش هي المعايير في تصنيف المدن؟ طبعا هذه الشركة أو اللي قامت بهذه الدراسة العالمية لم تكن دراسة عشوائية أكيد. ليه؟ لأنه قارنتها بمجموعة من الدول العالمية، يعني مثل مدن لندن، سيدني، سيول، كيب تاون، وجاءت الرياض مثل ما ذكرنا في المرتبة 14 عالميا. فالعوامل اللي أخذتها بعين الاعتبار مثلا عدد السكان في مدينة الرياض، مدى تقدمهم العلمي، تنوع تخصصاتهم العلمية، مدى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وبما أنها أيضا يعني تكلمت عن ريادة الأعمال فأكيد ما أغفلت جانب حجم الشركات الناشئة اللي نشأت في مدينة الرياض، مدى تكلفة إنشاء هذه الشركات الناشئة. فوجدت أنه مدينة الرياض فعلا عندها هذه المتطلبات أو هذه المعايير مستوفيتها بشكل جدا عالي وبشكل يوائم البيئة التشغيلية والقانونية لريادة الأعمال في العالم. يعني قاعدين نشوف دكتورة سارة الحين كثير شركات ناشئة ومشاريع وإلى آخره، حكينا عن دور طبعا الشركات الناشئة بالتحديد في ريادة أعمال الرياض اليوم، وكيف ساهمت في زيادة تمويل رأس المال الاستثماري؟ بلا شك أنه الدول المتقدمة تعتمد في اقتصادياتها على الشركات الناشئة، فهي تمثل عصب للاقتصاد والناتج المحلي. فبدلا من مثلا الاحتفاظ بهذه المدخرات ورؤوس الأموال راكدة، فرياديين الأعمال يفكرون بطريقة مختلفة وخارج الصندوق، حتى أيضا أنهم يستغلون، مو بس يفكرون بمشاريع جديدة، ممكن يستغلون الظروف الطارئة اللي يمر فيها العالم مثلا جائحة كورونا. فكثير لقينا من المشاريع نشطت خلال فترة الجائحة، بدليل أنه يعني رأس المال الاستثماري زاد عندنا في المملكة خلال عام الجائحة اللي هو 2020 بنسبة 55%، أي بما يعادل 152 مليار ريال، فهذا رقم جدا عالي ويدل على حسن استغلال المملكة وريادي الأعمال لظروف الجائحة، وأيضا مرونتهم في التعامل مع ظروف الجائحة. وهذا شفناه أمس اللي أعلن عنه معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، بأنه وفقا للمرصد العالمي لريادة الأعمال فاحتلت المملكة المركز الأول في استجابتها للجائحة، وأيضا استجابة رواد الأعمال في المملكة لظروف الجائحة. يعني بالفعل ظروف جائحة كورونا أثرت على اقتصاد العالم كله، ولله الحمد يعني القرارات الحكيمة اللي اتخذتها حكومتنا بأنها تدعم هذه المشاريع الناشئة وريادة الأعمال حتى لا تنهار، حتى تستمر. وهذا جاء يعني وفق تصنيفات منظمات مختلفة حول العالم، سواء من خلال منظمة الصحة العالمية أو مركز التنافسية، دائما نشوف أن المملكة تحت
تحتل آسفة المراكز الأولى عالميا. نعم، اليوم خلينا نقول بما أن المملكة العربية السعودية وتحديدا الرياض احتلت المركز الأول، كيف ممكن أنه تكون هي واجهة للدول الأخرى اللي تتعلم من التجربة السعودية؟ مثل ما ذكرت أن القيادة رسمت يعني استراتيجيات وأهداف طويلة المدى بشكل يضمن استمرارية هذا الدور الكبير اللي تقوم فيه الرياض، ما يكون أنه بشكل مؤقت. هذه جزء من خطة التنمية الوطنية الشاملة أنه يكون في استدامة للمشاريع. فهذه السياسات اللي وضعتها المملكة وفقا ل يعني مستهدفات رؤية 2030 حرصت على أنه تكون الرياض مركز وبورصة لاستقطاب الشركات العالمية، وهذا اللي شفناه خلال العام الماضي، أنه نجحت الرياض في استقطاب حوالي 24 شركة عالمية بأنها تفتتح لها مقار إقليمية في مدينة الرياض. وهذا يؤكد سعي الرياض الحثيث على أنها تتصدر، ليس فقط نحن الآن نشوف أنه الرياض داخلة ضمن 40 شركة 40 مدينة حول العالم. الرياض ماضية قدمة مثل ما قال سمو سيدي ولي العهد إلى أنها تكون ضمن أقوى 10 مدن في العالم اقتصاديا. طب دكتورة، حابين منك كلمة اليوم توجهينها بمناسبة طبعا هالدراسة، مناسبة يعني الفخر اللي احنا قاعدين نعيش فيه اليوم. ما شاء الله يعني الرياض زي ما تفضلتي من شوي، فعلا بنية تحتية تساعد، اقتصاد يساعد، شركات ناشئة تساعد، دعم حكومي يساعد، فأشياء كثير. فحابين نسمع منك كلمة قبل ما نختم. ما نغفل أيضا الدور اللي قامت فيه الدولة في دعم القطاع الخاص، حيث أنها وفرت مبادرات جدا كبيرة، سواء من تأجيل سداد القروض أو توفير التمويل اللازم أو الإعفاء حتى من بعض الرسوم، بشكل يمكن الشركات من عدم التعثر وبالتالي عدم فقدان الوظائف، تمكنها من توفير التدفقات المالية اللازمة. فهذا عامل مشجع دائما لرواد الأعمال في المملكة أنهم يستغلون هذا الدعم الحكومي. فالمملكة في رؤيتها 2030 وفرت الأدوات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية، ومثل ما ذكرت وفق أعلى المعايير وفق أيضا إطار زمني محدد، فما في أي مانع أو أي عوارض أو أي عوائق تمنع رواد الأعمال في المملكة الشباب من ابتكار الفرص الجديدة واستغلالها، وأيضا حتى استغلال الفرص الموجودة وتطويرها وفق أساليب تقنية جديدة، وفق أساليب إدارية جديدة، وإضافة منتجات جديدة إلى السوق، وتقديم خدمات مبتكرة. هنيئا لنا بهذا الوطن وبهذه المدينة. شكرا لك دكتورة سارة، نورتينا وتشرفنا فيك. شكرا لكم على الاستضافة، والله يحفظ مملكتنا ودائما من تقدم إلى تقدم. مشاهدينا، وبكذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، إن شاء الله نشوفكم بكرة في نفس الموعد، في أمان الله.